هل احنا عندنا مشكلة في جدر القرود؟ خالص الحمد لله خالص. طبعا احنا يعني انت مراقب المنافذ طبعا يعني اولا الموضوع مش ملوش اي ضرر لان احنا الكلام ده موجود من الخمسينات من اواخر الخمسينات فالناس متعرفه عليه. الفيروس ده بيصيب القرود وكان اصلا في الانسان بيصيب الانسان بشكل تاني فاحنا عارفين شكله عارفين تشخيصه عارفين علامه فله شكل تهديد يعني لا يشكل تهديد لانه كمان بينتشر من خلال او انتشر من خلال فئه المثليين لما كان في اسبانيا حفله ورجعوا تاني لدولهم فده عمل نوع من انواع الانتشار. احنا بنراقب الموضوع عندنا حوالي 800 كت تشخيص جبناها نبقى جاهزين فيها حطينا عملنا ضوابط مكتوبه للوائح كامله ووزعناها على كل المحافظات وكل الجهات الصحية اللي بتتعامل مع المرضى علشان لما حد يجي له يبقى عارف كويس قوي زي لوائح استرشادية او جايد لاينز الحالة دي شكلها عامل ازاي بتصاب ازاي الاعراض بتاعتها ايه حتى يمكن ان احنا نشخص لو في حالة. عندنا لجنة ازمة او مؤسسة للرصد عشان لو في حالة يبقى ريبورتينج لمكتب بعينه نقدر ان احنا نبقى متواصل مع بعض. فاحنا شايفين الازمة متحسبينها مستعدين ليها وإلى الآن الحمد لله في سيطرة. حصلت 8 سنين مرضي لك كطبيب قبل أن تكون وزير في قطاع الصحة؟ أنا يعني ما كنتش في قطاع الصحة في لا أنا بقول كطبيب. أكيد أكيد اللي اتعمل مجهود كبير جدا الأحلام دي لو احنا رجعنا بالتاريخ لسنوات قبل الثمان سنين دول كان هتلاقي ان ما حدش يحس بيها. يكفي ان احنا نكون عندنا منظومه زي التامين الصحي او حياه كريمه اللي فيها جزء صحي او مشروع تنميه الاسره اللي بيتكلم على مشكله السكان وبنخترقها لاول مره كتهديد. لو بنتكلم على التطوير اللي انا شفته في المستشفيات حاجه ضخمه جدا. اللي اتعمل ده لو قارنته بخمسين سنه ستين سنه فاتوا ما اتعملش وبالتالي الى حد ما الاحلام اكتر من كده الامنيات اكتر من كده. ودايما سيادة الرئيس بيقول يعني اللي احنا عملناه ده كله ده مشوار خطوه في الف خطوه عظيم ولسه الاحلام ممكنه. ودي كانت جوله في الحلم في وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه مع الدكتور خالد عبد الغفور. كل الشكر لسيادتك موفق دايما ودائما واترككم في رعايه الله وامنه وتصبحوا